ابتسامة بوراك الشهيرة اختفت وقد فاجأ جمهوره بهذه الصورة حزيناً بوجه شاحب وفاقداً للأمل. ما الذي حدث يا بوراك؟ أين هي ابتسامتك الشهيرة؟ بوراك يقول إنه تعرض للاحتيال من قبل والده. من لا يعرف الشيف بوراك الطباخ التركي الأشهر في العالم؟ اسمه الكامل هو محمد بوراك أوزديمير، ولد في عام 1994، وهو طباخ تركي ويتابعه الملايين حول العالم. يقوم بعمل فيديوهات احترافية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي إليه أغلبية المشاهير لتناول الطعام في مطعمه. وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا، وأشهرها مطعم في إسطنبول. بدأ ممارسة مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 سنة. قام بتصوير فيديو حزين يوجه فيه رسالة إلى متابعيه ومعجبيه حول العالم، بسبب أن أبوه واسمه إسماعيل أوزديمير قام باحتياله وباع بعض مطاعمه لرجل أعمال أجنبي دون علمه. فقام برفع دعوى قضائية ضد أبوه. تخيل أنك ترفع دعوى قضائية وضد أبوك. وسبب هذا النزاع هو بعد أن قدم بوراك المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، اعترض أبوه على الأنشطة الخيرية لابنه وقرر قطع علاقته به. قال أبوه أنه كان يساعد من أجل الدعاية، ولم يفعل ذلك من صميم قلبه، وليس هناك شيء باسم بوراك إلى قبل عامين. حذر الشيف بوراك من استغلال اسمه، حيث قال: لا تثقوا بمن سرق اسمي وصورتي. وسيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده، وقال أنه لا يمتلك أي مطعم يعمل باسمه في تركيا باستثناء مطعم واحد والموجود في مركز تسوق في إسطنبول، وسيفتتح في أسابيع قليلة، ويمتلك مطاعم أخرى خارج تركيا. إمكان olan kimse esirgemezse yardımını. Gerçekten hala güç altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkesin elinden geleni yapsın. Lütfen.